السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. حبيت يعني نهضر مع الجزائريين او الجزائريات ونقول لكم كاين ابليكاسيون ولا تطبيق، راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف، اسمه اطباء الجزائر. هذا عبارة عن تطبيق بصراحة فكرته رائعة، لو كان تزيدوا تطوروا منه، اللي هو راح يكون فيه أسماء أطباء من كل تخصصات بالعناوين وبالأرقام تاعهم في كل مناطق الجزائر. أي واحد فيكم يحمل التطبيق راح يلقى خانة اللي هي إضافة طبيب ولا إضافة صيدلية اللي تكون قريبة لكم، ومن هنا راح نلموا أكبر عدد من الأطباء ومن الصيدليات، والناس كامل راح تستفاد. يعني اي واحد فيكم راح يروح من منطقة الاخرى يدخل لهذا التطبيق ويحوس على اي دكتور في اي تخصص، راح يلقى كل المعلومات الخاصة به، وهكذا راح نسهلوا على بعضنا حاجات بزاف بزاف.